في هاد الدنيا كل شي يروح وما يبقى غير ذكريات. المرأة تاع اليوم محال تنساو واش رايح يصرى لها اليوم. راجلها وبنتها حاولوا عليها. شوفوا معنا. تفضل. هاي هنا. السلام عليكم. نبيل. السلام عليكم. واش رايك؟ لاباس الحمد لله. نبيل. الحمد لله. مرتك. تعرفيه؟ ربيع خلوا المعرفة من بعد نخدموا دوكا، أوكي؟ أتونسيون كامل ليكيب. أتونسيون. 3 2 1 أكسيون. كما فهموكم راح نلعبوا لعبة، راح نطرح ربع أسئلة للزوجة تاعك. كوب. مرحبا بك نبيل. على ماشي مع الزوجة تاعو. مرحبا بك مسيو نبيل، مرحبا بك هاجر. أوكي؟ أتونسيون. 3 2 1 أكسيون. كما قلنا لكم راح نطرحوا لكم ربع أسئلة، نطرحهم للمدام وتجاوبني عليهم، والإجابة اللي راح تجاوبني عليها أنت ومن بعد لا جاوبتني صحيح راح تربحوا كادو معنا. ودوك أنت نبيل تتفضل مع يعني ما تقعدش معنا، ومن بعد تعاود ترجع لنا. أوكي؟ مشكلة. صح. تفضل مسيو نبيل. تهلاو اللي فات. أوكي ما يكون خاطرك كونسونتري أنت على البلاطو تاعك. تفضل مسيو. هاجر راح نبدا معك، نطرح لك ربع اسئله اللي قلت لك عليهم. الاولى، واش يحب ياكل نبيل؟ بون نبيل يحب ياكل متون. متون؟ ايه. الله يبارك. حاجه اللي يحب ياكلها متون. هذا ما كان يحب غير المتون. غير المتون. متون بريفيري. واش يحب يسمع موسيقى؟ يحب يسمع بون كاين بزاف. ما يحب يسمع ما على بالك شو يحب يسمع رجلك كاين بزاف. قولي لي وحدة منهم بريفيري اللي يحبوا الموسيقى اللي يحب يسمعها. معلش ومن بعد نعاودو نروحو. واش من اللون يحبو؟ واش من لاكولوغ اللي يحبها؟ نوار. يحب النوار. راكي السر بلي يحب نوار. اي قلتي لي 3 سنين 4 سنين زواج. أربع سنين. كوب دقيقة. حتى السر بلي تعرفيه مليح. حط ديك ربع سنين 10 ما تعرفيش. على واش كاين غير خير واش كاين؟ بون تعطي لي لي ريبونس لي تعطيهم لي شغل. على انتي الزوجة تاعو ولا هي تعرفي خير منها؟ لا مانيش نقول انا الزوجة تاعو، مي بصح نعرفو بالك نعرفو خير منها. كيفاش عارفو خير منها؟ نعرفو خير منها. تعريف. خلي لي عفسة بيرسونال تاعك. خلينا في الخدمة. كنتي تعرفين قبل ولا؟ نعرف وين. سي بون راح نبدا. قولي لي واش من بلاد يحب يروح لها؟ وين يحب يسافر؟ يحب الانجليز. اوكي دوك يدخل نبيل ونشوفوا معاه ثانيك اذا كانت نفس الاجوبه. كوب. اوكي. لا ميوزيك ما سكسيسينيش. وشنو لا ميوزيك؟ بنيت. حسني يحب يسمع حسني. وش نقول لك؟ على بالك كاين حوايج مرات المراه لازم تعرفهم على راجلها، فهمتيني؟ باش تدوم العشره وباش ما على باليش انا، المراه اللي مع راجلها ما تعرفش عليه واش يحب ياكل، واش يحب يسمع، واش يحب كيفاش على بالي انا واش يحب. قلت لك واش يحب. على بالك واش عليك مانيش قادره نهضر، مي واش نقول لك؟ كاين صوالح بالك انا دوك لو كان نقولهم لك انت والله العظيم ما تعرفيهم. ما فهمتش خلعتيني. كيفاش خلعتك؟ سي كراف عندك راجلك ما على باليش حاجه واش يحب ياكل، ما على بالكش واش يحب ياكل. على بالي بلي يحب ياكل متوه. قلتي لي بون متوه ما نقولو، مي كاين موسيقى ما على بالكش واش يحب يسمع. يحب يسمع حسني. حسني؟ ايه. خلاص اوكي دوك نشوفو، دوك نشوفو معاك. ندخل صاي. لا 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 تقعدي معنا حتى يجي هو. مش حبيتي تسقسيني انت كش ماكي حابه تعرفي؟ ماكيش حابه تعرفي كيفاش نعرفو؟ ما باليش ما ما حبيتيش؟ ماذا بيا نعرف، الا حبيتي تحكي لي ماذا بيا نعرف. مازلت على السيمبول تاعو دار اكسيدون. سلمت راسك
الطوموبيل قالت لي السيمبول تاعك. ها الله يسلمك اختي. ها بالتفصيل هيك قلبت العمليه بدلت لك الموبايل. بدلت هو هاي خلينا في الخدمه في الخدمه. بعد الشوبات مسفنا ومن بعد كوبي ولا كوبي ولا حبيت نهضري معاك. خلاص خلينا الخدمه ومن بعد الهضره. 3 2 1 اكسيون. نقولوا لك دوكا نبيل راح نطرح لك نفس الاسئله اللي طرحتها لهاتو. قول لي نبيل واش تحب تاكل؟ تحب لي فريت ولا لي فريت كاين ما يحبهاش؟ البطاطا يبشانها. اه البطاطا يبشانها. لا ما تحب فريت. بس على بالي بلي ما تحبش متوم. متوم شويه. قلت لك هذا معليش نكمل. قل لي فواياج وين تحب تفواياجي؟ وش من البلاد اللي تحبها؟ تونس. معليش وش من لاكولور اللي تحبها؟ بلون. اسمحوا لي ما تعرفيش مليح ولا ما خليك في الخدمة خليك في الخدمة ما تقدريش على الصغاير. اوكي اوكي. وش تحب تسمع موسيقى؟ حسن. الله حسني. تشفالي على الشونسون اللي بعتها لك. اي اغيت اكوب كاين هاد لاكيسيون مكتوبة عندك؟ تعاودي تبوزي كيسيون ماشي مكتوبة ونحبسوا الخدمة. سمحولي ايوا اتونسيون ليكيب. ما كنتش نستنى بلي راح يكون واحد نعرفه. والله ما فهمتش واش حبيتي تفهمي مادام؟ واش حبيتي تفهمي قولي لي انت. ليكيب كوب معليش نخرج نخليك هو يفهمك بس انا ما نقدرش نفهمك. دوك هو يفهمها على شنو؟ تعرفني وبعد كده تحسني. لا هي اللي بعثت. صح صح سي زوج ديالك بالك يعرفها من بعدها. ولي الخدمه ديالك انت ولي الخدمه. مش حاجه ما تدخليش حاجه بيرسونيل راسك. اوكي سمحوا لي سامحوني مش لا ما عجبكش الحال كي نعرفه ولا؟ بس اوكي دوكا كيفاش نديرو ماكوش توافقين في الاجوبه تاعكم؟ سي بون خسرنا اختي. دوكا شوفي انت اختي وين جبتها هذه اختي؟ دوكا طحت في مشكل معك على بالك. علاش؟ وليت مشكل انا؟ كاين دراري بيناتنا معليش؟ مي بصح كاين دراري بصح دوك وليت انا مشكل؟ ها؟ وليت مشكلة أنا. واش بانت لك؟ دوكا حفيظة خلاص اللي فات فات دوكا كاين شغل كاين دراري بيناتنا. هضرتك هذه هضرة؟ إيه ما كثير ماشي مشكل ليسونسيال أنا يا ربي يهنيك ما قلت والو مي ما تكذبنيش. أنا ما كنتش على بالي بلي مرتي. ها؟ حسبت لي كنت هنا. لا بالي راه خلاص اللي فات فات سي بون واش. معليش خلاص دوكا ضحكي سقمي روحك برك نكملوا ليميسيون ومن بعد كل واحد الله يسهل عليه. اوكي معليش صح. اوكي 3 2 1 اكسيون. واش نقول لكم نبيل وهاجر راكم فزتوا معنا بالجائزه. واش نقول لك هاجر يعطيك الصحه ونبيل يعطيكم الصحه اللي شاركتوا معنا. كاميرا كاشي. حسيت على بالي بك وما نعرفه ما يعرف لي واليوم اللي تعرفت عليكم. يعطيكم الصحة ويسلمكم ويسلمكم على اللي قلقناكم. يسلمك معليش. قولي لي هاجر اسكو غبتي عليه ووقتاش بديتي تتقلقي؟ مع الاولى تقلقت كي شفتيه قلتي له نبيل كي شفتي بدي نعرفه. بعد قلتي لي ما تعرفيهش مليح واش يسمع واش يحب ياكل شغل توسوست. بعد خلاص فقت باللي كاينه حاجه. واش تقولي كل مره اللي تشوف فيك اسكو الغيره مليحه على رجلها ولا لا؟ لا بون الغيره ماشي مليحه باسكو تفرق بين زوج لازم المراه تعرف قبل شويه. لازم تكون تعرف قبل تحوس تفهم باش تحكم على رجلها ولا. يعطيك الصحه وانت نبيل. شو نقول لك انا؟
كان على بالي اللي ما درت والو وماني داير والو. بصح حنا الحاجه اللي فرحتنا اكثر الحاجه اللي راهي معانا انا مدابيا كانت تدخل الله يبارك وكانت تدخل وتجي تشوفوها. علاش زعفتي الحاجه؟ بصح على بالي الكاميرا كاشي وهو اللي تجيني لها ولا بالي الكاميرا كاشي اتونسيون. بصح انا فهمت والو. بصح قلتي لها الحاجه بس ما نعرفهاش الله يبارك يسلم. مي بصح قلتي لها قلتي لها قولي لها تفضحي تقول لها ومن بعد نخزر فيك عاد تخزري فيا. علاش؟ نا باسكو سي ان دو بوان كان ميم سي با سي تنجو. معليش درك نبيل راح نعطي لك الكادو ديرها لك ليك هاك انت تعطي لها الكادو تاعها. يعطيك الصحة وزهرنا 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 تعيشوا يعطيك الصحة ومرحبا بكم معنا. تعيشي امين صحه سمحوا لنا. ما عندي ما نزيد نقول لك فوق هذا الشيء. يعطيكم الصحه.